النهارده؟ لا طبعا روحي، انا هفضل جنبهم لحد ما اطمن ان هم بقوا كويسين. بعدين ما تقلقش، انا كلمت ماما قلت لها ان هي اتاخر شويه. استاذ محرم، عايزين حضرتك في الحسابات. 4000 جنيه غسيل معده، و2000 جنيه ادويه وحقن، و2000 جنيه غرفه عشان الاولاد هيباتوا عندنا الليله دي. هي الاوضه ب 2000 جنيه؟ ايوه حضرتك، ولو المبلغ مش جاهز تقدر تسيب لنا ديبوزيت والباقي بكره. ديبوزيت ايه؟ هو انا جاي احجز عربيه؟ وبعدين مفيش بكره، العيال هتخرج دلوقتي. دول اوضه ب 2000 جنيه يا عم. يا فندم بعد ما عوموا بجنيه المبلغ ده ما بقاش. بس بقى بس بس. ايوه فرحات الحقني. والله يا ابني ما مصدق اللي انت عملته ده، انت مجنون يا محرم؟ حد يخرج عياله من المستشفى بالمنظر ده وهم لسه ما فاقوش؟ خدمه مش عجباني. وبعدين انت عايزني ادفع 2000 جنيه في الليله يا فرحات؟ طب والله العظيم لولا الفلوس اللي انت دفعتها لي ما كنت عرفت اكمل فلوس المستشفى. يا جدع عيب عليك، فلوس ايه؟ انت بتقول ايه؟ احنا اخوات. ده عشان ما فيك يا فرحات. انما ايه يعني موضوع قلوبنا ده؟ مره نوصلها وتليفونات. خليك في حالك يا فرحات وبص قدام. اتفضل. أهلا يا باشا. رخص. هو سيادتك أنا فرحات الديب المحامي يا باشا، ويظهر بحكم عملي نزلت مستعجل فنسيت الورق والرخص وكل حاجة في البيت أو في المكتب. لا يا شيخ. يا فندم. مين العيال دي؟ دول ولادي يا باشا. ولادك؟ وإيه اللي منايمهم كده؟ صحوا العيال دي؟ حرام يا باشا حضرتك، احنا وش الفجر. وبعدين يا باشا دول واخدين كمية مهدئات ما أقولكش، تقريبا متبنجين. متبنجين؟ قلت لي حضرتك اسمك إيه؟ فرحات الديب المحامي يا باشا. طب انزل لي بقى يا أستاذ فرحات. حاضر يا باشا، تحت أمرك. أنا بفكرك بس يا فندم إن التاكسي ده هواية، والمشكلة كلها إن أنا بس العجلة. خد بقى. دول ولادي يا باشا. معاك ما يثبت إنهم ولادك؟ يعني أنا همشي بشهادات ميلادهم في الشارع يعني يا باشا؟ معايا بطاقة شخصية في الشنطة، ممكن أوريها لحضرتك؟ طب وأنا إيه اللي يثبت لي إن العيال دي ولادك؟ ما هم شبهوا يا باشا، بص عليهم كويس شبهوا. لا والله عندك حق، فولة وانقسمت نصين، يعني العيال مش شبهك ومتبنجين تبقى خاطفهم. أقسم بالله ولادي. تصدق بعد الكلمة اللي أنت قلتها دي أنا مش مصدقك خالص. يا باشا النهار دخل علينا وانا اقسمت لحضرتك 30 يمين ان الولاد دول عيالي، اعمل ايه تاني يعني؟ قسمك على عيني وراسي يا سيدي، بس لازم يبقى فيه اثباتات قانونيه، شهادات ميلاد، باسبورتات. طيب ماشي يا باشا. بقولك ايه، كلم شاهين خليه يجيب باسبوراتهم ولا شهادات ميلادهم من البيت، خلينا نخلص. يا ريتهم في البيت، اوراقهم في المدرسه اللي قدمنا لهم فيها، انت ناسي؟ خلاص نكلم السفاره ونشوف رايها ايه. لا سفاره لا. انت خفت اهو، يبقى الحكايه فيها ان يا باشا الحكايه ما فيهاش ان ولا حاجه. سيادتك العيال قربوا يفوق، يعني مش معقول يعني يفوق على المنظر ده. ماله المنظر؟ ماله المنظر؟ لا منظر جميل، ممكن اتصور معاهم سيلفي يا باشا؟ هنهارك ولا ايه يا جدعان؟ طب يا باشا انا بستسمح حضرتك، اخد الولاد اوديهم البيت، وقسما بالله العظيم هرجع لك تاني. انسى انت على محرم. بقول لك ايه، هو انت مش بتقول ان شهادات الميلاد والباسبورات كلها في المدرسه؟ طب ما تكلم لبنى يا اخي، خليه تجيب الورق وتيجي. صح اكلم لبنى. شفت الفكره؟ عشان تعرف بس ان انت من غيري ولا حاجه. كل ورطه انا اللي بنقذك منها، احمد ربنا ان انا صاحبك. سيبنا اكلمها يا فرحات. مالهم الولاد يا سوزوكي؟ مستشفى؟ اسم؟ جبت الكلام ده منين؟ إيه؟ لا ما حصلش طبعا. كذبة. يعني اللي انا شفته بجد بقى. انتوا بتراقبوني يا سوزوكي مش كده؟ بقول لك يا عم سوزوكي عشان تطلع من دماغي خالص، انت ليك ان العيال يبقوا زي الفل، والمقابله الجايه ان شاء الله هتلاقيهم احسن مكانه في اليابان. مع السلامه يا حبيبي. يا ولاد انا مش عايزكم تزعلوا من اللي حصل امبارح. اللي حصل امبارح ده بيحصل في اي حته في الدنيا عادي يعني. يلا بقى نتغدى، كل حاجه موجوده، رز، رنجة، تونة، والمكرونة اللي بالصفوها بالعصيان دي. نعم ايه ده المكرونة؟ يا ده انا عايز اعمل كده، يلا اعمل كده، يلا اعمل كده، يلا اعمل كده، كل الصفا دي انا عايزك تعملها. انتوا يا بعض يا معايب، اقصد الزبط ده بقى، تضربوا الحاجات اللي انا شارعها لعيالي وحاطين لي الاكياس في المطبخ فاضية.
اهدى، انا مش فاهمه تقصد ايه يا اخويا. المكرونه الياباني اللي انا شارعها لاولادي فين؟ اخس عليك يا محرم، ده هما كانوا حبتين كده حسره وندامه عملتهم باللحمه المفرومه لعزه وفتحي وما كفهمش. حتى انا عجبتني الحسره والعيال عجبتها الندامه. بالسم الهاري يا رب تدفعوه. جرايه يا محرم، ده بدل ما تقول لنا مطرح ما يسري يمرق. ما تزعلش نفسك يا اخويا، انا هبعت الواد فتحي يجيب بجنيه مكرونه من تحت. بجنيه ونص. هتجيبوا لي منين اذا كنت انا اللي بصرف عليكم؟ محرم الزم حدودك، انا برضو بصرف على البيت. بصرف ولا ما بصرفش او ليه؟ بتصرف ايه يا عاطل يا فاشل؟ وبعدين ال100 ولا ال200 جنيه اللي بتدفعهم دي فلوس؟ ويا ريتك بتكسبهم من عرق جبينك يا اخي. بتجيبهم من لعب القمار على القهوه يا امرتي. ليه؟ ده انت زودتها يا لهوي. هتعمل ايه يا شاهين؟ هديله بالرصيه. الحقونا يا ناس. سيبيه يا بدرين، سيبيه يضرب بالرصيه. لا ولا يقدر يا اخويا، ده الشيطان ودخل بينكم. معلش امسحها فيا انا يا محرم. وانت يا شاهين شوف ايه اللي يرضي محرم واعمله. اللي يرضيني يا بدريه انكم تسيبوا البيت. ايه؟ نسيب البيت ونترمي في الشارع؟ ايوه. يمكن تحس على دمك يا اخي وتنزل تفتح ورشتك اللي انت قافلها تحت دي وتبطل لعب قمار وصياعه وقله ادب. وبعدين انا خلاص مرتبي على قدي ويا دوب مكفيني انا وعيالي بالعافيه. يا اخي طالما انت مش قد مصاريف العيال ولا غرفهم ما تسيبهم عند امهم. لو سمعتك بتقول الكلام ده يا شاهين هقطع لك لسانك. يا لهوي ايه رايك في الفلانة ده محرم؟ جبناها من البلطيم من السنة اللي فاتت. بدرية خدي جوزك وخش جوه. يا اهلا وسهلا يا الف اهلا. لم نفسك. بحيي القمر بس. معلش يا محرم شكلي جيت في وقت غير مناسب. لا خالص. اتفضلي اتفضلي يا لبنى. مالك يا محرم في ايه؟ لا مفيش حاجه. المشاكل الماديه امرها سهل ممكن تتحل ببساطه. اهم حاجه ان ولادك كويسين وبخير. هو انت بتخلص شغلك الساعه كام؟ 3 4 كده يعني. اشمعنى؟ طب كويس قوي، يعني عندك باقي اليوم فاضي ما بتعملش فيه اي حاجه. ايه رايك تشوف شغل تاني بعد الظهر؟ بجد يا لبنى انت من الحاجات اللي بتحسسني ان الدنيا لسه بخير. والله في حاجات كتير قوي في الدنيا تحسسك انها بخير بس انت اللي مش واخد بالك منها. عندي ليك خبر حلو، انا لسه راجعه من الوزاره حالا وهم وافقوا يعملوا لهم امتحان عشان يدخلوا على المرحله الاعداديه على طول. يلا بينا يا اولاد. عين بيليا كنا نريد نودعه. صحيح بيليا فين يا استاذه لبنى؟ قصدي شادي. شادي بقاله كذا يوم ما جاش المدرسه مش عارفه ليه. الواد بيليا ما جاش وما اعرفش عنده حاجه يا استاذ محرم. لا احنا رحنا البيت اللي ابوه شغال فيه بواب، قالوا لنا صاحب البيت طرده. وانا كمان طردت يا استاذ محرم. الواد بيليا مصمم ان هو يروح المدرسه ويجيني بعد الظهر بعد مفتاح 8 يا والكلام ده لا مؤاخذه مش هياكل معايا يا الدراسه يا الشغل. المفتاح يا اسطى. ده مفتاح 8 يا ابن الشعلبه. ايه اللي انت بتعمله ده؟ لو ابنك ترضى حد يعمل معاه كده؟ انت مش هتحترم نفسك بقى. العيال دي مكانها المدارس اساسا. خلي عندك دم يا اخي.